يعطيكم العافية دكتور وسام. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا دكتور وسام. مثل ما احنا شايفين الحالة استئصال جزئي للغدة الدرقية، مو استئصال كلي. متى يكون استئصال جزئي ومتى تختار يكون استئصال كلي؟ شو الفرق بين الحالات المرضية للغدة الدرقية؟ هلا الغدة الدرقية في عدة حالات مرضية لها، من أشياء أورام حميدة إلى أورام غير حميدة. هلا في حالات الأورام الحميدة معظم الوقت نلجأ لاستئصال نصفي للغدة الدرقية. مسكيت الثاني. نعم. الهدف من الاستئصال النصفي للغدة الدرقية إنه نترك نصف الغدة الدرقية الثاني للمريض يفرز هرمونات بشكل طبيعي ويعيش حياته تقريبا بشكل طبيعي حتى بدون ما يحتاج ياخذ أي أدوية ولا أي نوع دواء هرموني بديل. إذا ظل نصف الغدة الدرقية الغالبية العظمى ما بحتاج ياخذ دواء هرموني لأن النصف بيكون كافي. تتأثر دكتور عمليات الأيض والعمليات الحيوية اللي بتقوم فيها الغدة الدرقية عند الاستئصال الجزئي؟ ممكن تتأثر بنسبة من المرضى. في غدة أخرى، غدة محفزة للغدة الدرقية بشكل عام، حتى عند استئصال نصفي للغدة الدرقية. نعم. الغدة المحفزة للغدة الدرقية بتزيد إفرازاتها بحيث إنه النصف اللي متبقي في الجسم يفرز هرمونات كافية وتعوض عن النصف الذي تم استئصاله. نفس مبدأ تآزر الدماغ يعني عند عمليات الدماغية. بالضبط. دكتور، الآن أنت قلت إنه استئصال جزئي لأنه الورم حميد. الورم كيف بتكتشفوا إنه حميد؟ شو هي الفحوصات اللي بناء عليها تكتشفوا الورم إذا كان حميد أو خبيث؟ هلا المريض لما يراجعنا يعني بناخذ منه السيره المرضيه. نعم. بنشوف شو في اشياء بالسيره المرضيه بتأيد انه المرض يكون خبيث او حميد. نعم. مثلا اذا المريض عنده بالعائله سرطانات غدة الدرقية، هذا احتمال يكون يعني مرض خبيث اكثر من انه حميد. نعم. العمر له دور. بشكل عام هذا النوع من الامراض الغده الدرقيه اكثر عند الستات. بالفحص السريري إذا بين إن الكتلة مثلاً مش خلينا نحكي قاسية شوية. نعم. وملتصقة بالأنسجة اللي حواليها، هذا يمشي أكثر مع إنه يكون مرض خبيث مش حميد. نعم. بعدين نرجع للصور الشعاعية. ومثل ما إحنا شايفين الكتلة كبيرة. الكتلة في حالة المريضة هاي تقريباً 5 × 6 سم، وعاملة هي ضغط على الأعضاء الحيوية اللي محيطة بالغدة الدرقية، مثل القصبة الهوائية، مثل البلعوم والمريء، بالإضافة إلى بروزها بشكل يعني غير جمالي بالنسبة للمريضة اللي هي صبية عمرها 25 سنة، فهي كتلة كبيرة وواضحة وشكل لها قلق من ناحية جمالية. دكتور، الأورام الحميدة في الغدة الدرقية ممكن تتحول إلى شكل آخر؟ ممكن مع الوقت انه يعني بعض الاورام اللي احنا اعتقدنا بالبدايه انها حميده بناء على الفحوصات اللي عملناها انها تتحول لشيء مش حميد، وممكن يكون بالاصل هي ما كانت حميده لانه الفحوصات مش دائما دقيقه 100%، ومرات يعني مع كل الفحوصات اللي بنعملها بما في الخزع والصور ما بنحصل اجابه 100% انه هذا حميد او خبيث، فبنضطر مثل الحاله الموجوده حاليا مشابه للحاله اللي موجوده حاليا، فبنضطر للعمل الجراحي نستأصل النصف اللي فيه الكتله او الورم ونبعثه كامل للتحليل، وهذا بعطينا اجابه دقيقه 100% ساعتها هل الورم حميد او خبيث. في حال انه كان الورم خبيث، مرات كثيرة بنعمل إشي عملية مكملة اسمها بنستأصل النصف الآخر. عملية أخرى بعد هاي؟ بعد هاي بالغالب يعني بعد 4 إلى 6 أسابيع من العملية. بعد نتائج الفحوصات دكتور؟ بالضبط. ويتم استئصال النصف الآخر لأنه نسبة كبيرة من هاي الأورام هي أورام تستجيب للعلاج باليود المشع بعد العملية. بنفس الشق الجراحي بتكون؟ بنفس مكان الشق الجراحي. الآن دكتور، في حال اكتشفتوا بالفحوصات لا قدر الله إنه الورم خبيث، كيف تبدأ الإجراءات العلاجية مع المريضة؟ إحنا تحدثنا عن الجراحة متى تبدأ بعد 6 أسابيع. هل هنالك علاجات محددة، مثلا علاجات كيماوية رح تبدأوا وتباشروا فيها مع المريضة؟ هلا بالبداية بعد ما تطلع النتيجة إنه ورم خبيث، أول شيء يتم إبلاغ المريض بالنتيجة. نعم. ويعني
من فضل الله انه معظم اورام الغده الدرقيه الخبيثه هي اسمها خبيثه بس تصرفها ليس خبيث جدا، وعلاجها نوعا ما اسهل من كثير من الاورام اللي بتصير بمنطقه الراس والعنق الاخرى. فبالبدايه هو يتم استئصال الورم. نسبة من الناس بيكون استئصال إذا كان ببدايته مرحلة صغيرة نصف كافي حتى لو كان خبيث، ما في داعي نستأصل النصف الآخر. كيف نتعامل مع الجزء المتبقي في حال كان خبيث؟ مراقبة عن طريق فحوصات متكررة بما في الصور التلفزيونية الألتراساوند، ومتابعة دورية كل 3 إلى 6 شهور بالصور، وفي حال كان عندنا أي شك بوجود أي تغييرات بالنصف الآخر ساعتها يتم أخذ خزعة، وبناء على النتيجة قد نلجأ لعملية جراحية للنصف الآخر. طيب دكتور، إحنا تحدثنا عن الاستئصال الجزئي أو الكلي لأغراض اللي هي وجود أورام في الغدة الدرقية، ممكن يكون الاستئصال لأغراض أخرى؟ هلأ زي ما حكينا في ناس بيكون عنده كثير عامل ضغط على الأعضاء الحيوية اللي محيطة بالغدة الدرقية. الغدة الدرقية بالوضع الطبيعي وزنها بحدود 30 جرام، قد تتضخم إلى يعني 20 أو 50 ضعف هذا، وقد تضغط على المجرى التنفس، مرات كمان تمتد لتدخل تجويف الصدر وتضغط على الأوعية الدموية بالمنطقة هاي. فهذا أحد الأسباب الأخرى اللي من أجله يتم استئصال الغدة الدرقية، هو حجمها الكبير والضغط على الأعضاء الحيوية اللي محيطة فيها، مما يؤثر على النفس والبلع. دكتور، ما بعد العملية لما تقوم المريض إن شاء الله بالسلامة، إيش التدابير الوقائية حتى تستمر رحلة التعافي وتنتهي بالسلام؟ هلا بشكل عام عملية الغدة الدرقية يعني عملية مش سيئة كثير بالنسبة للمريض. يعني لما نقول غدة درقية في الرقبة ممكن احتمالية البلع تختلف، هي التخوفات اللي ممكن تكون موجودة أو العدوى الجراحية. بشكل عام يعني العملية فترة ما بعد العملية المريض ما بيكون عنده هالألم الشديد، نعطي مسكنات احنا بشكل روتيني. نقول الألم محتمل دكتور؟ محتمل، مسكنات عادية مش بحاجة إلى مسكنات قوية. البلع احنا نتوقع المريض يبلع بشكل طبيعي وياكل أكل طبيعي بعد العملية. نعم. النفس كمان المفروض يكون بشكل طبيعي ما في أي مشاكل. هلا العملية هاي أهم إشي فيها هو المحافظة على العصب المغذي للحبل الصوتي اللي موجود خلف الغدة الدرقية. نعم. وبالإضافة للغدد جارات الدرقية اللي بتنظم الكالسيوم بالجسم. نعم. فإحنا إذا حافظنا عليهم هذولا المريض بيكون صوته طبيعي ونفسه طبيعي، ما في أي مشاكل بعد العملية، بيقدر يأكل ويشرب وبالغالبية بيروحوا ثاني يوم العملية، نسبة منهم كمان بروح بنفس يوم العملية إذا تم إجراء العملية باكرا في ذلك اليوم. نعم. فهي عملية مش صعبة للمريض. دكتور، أنت دائما طاقتك إيجابية لما تتحدث حتى عن الأورام، دائما ما تطلق رسائل توعوية وفي ذات الوقت تكون إيجابية ومريحة للمشاهد والمستمع في نفس الوقت، فهذا شيء جميل. وبالتأكيد بأنه التأثير على الصوت هذا بيعتمد أو الغدد الجرات الدرقية بيعتمد على مهارة الطبيب في المقام الأول. صحيح. دكتور، إحنا شايفين في شق جراحي، هل تطورت التقنيات الطبية أنه ممكن نجري هذه العمليات بدون وجود شق جراحي ولا يعتمد على الحالة؟ يعتمد على الحالة، في طرق أخرى لإجراء عملية في حالات معينة عن طريق إجراءها بالمنظار بدون ما يكون الجرح ظاهر بالرقبة. نعم. ممكن جرح عن طريق الفم خلف الشفة السفلى. نعم. يتم إدخال منظار من خلال هذا الجرح إلى الرقبة ويتم إجراء العملية عن طريقها، أو باستخدام الروبوت الجراحي مرات يتم إجراء جرح بمنطقة الإبط ومنه يتم الدخول إلى منطقة الغدة الدرقية. ومن الأدق دكتور؟ الطريقة التقليدية أم الطرق الحديثة؟ كل الطرق في الأيدي المناسبة صحيحة. عظيم. لازم الجراح يكون له خبرة بهذه الطريقة التي يتم إجراءها، ومش كل الحالات مناسبة لكل الطرق. يمكن حتى حجم الأورام بيعتمد على اختيار الطريقة المثلى لاستئصالها. طيب دكتور، في نهاية الحديث دعنا نوجه للمشاهدين نصائح توعوية للحفاظ على سلامة الغدة الدرقية.
يعني الغدة الدرقية من الغدد الرئيسية بالجسم اللي بتنظم عمليات الأيض. أهم إشي ننتبه إلها خصوصاً عند الستات لأنها هي من الأمراض اللي أكثر شيوعاً عند الستات بنسبة كبيرة من الرجال. نعم. فيجب الانتباه إلى وجود كتلة. الغدة الدرقية بالعادة بتتحرك مع عملية البلع، فإذا شفت في كتلة صغيرة بالرقبة تتحرك لما تبلع. دكتور، في نفس موقع الغدد اللمفاوية ولا بتكون موقعها لا. مميز وظاهر؟ هي في منتصف الرقبة. نعم. إنه نصف أيمن ونصف على شكل فراشة. على شكل فراشة بالضبط، تحيط القصبة الهوائية. التدخين دكتور ممكن يضر بالغدة الدرقية ولا ما له علاقة؟ التدخين بشكل عام مش كويس وله آثار جانبية كثيرة، بما فيه يعني إذا احتاج المريض العملية الجراحية تخديرياً بيكون وضعه أصعب. بشكل عام أمراض الغدة الدرقية أو أورامها الخبيثة ما فيش ارتباط مباشر بينها وبين التدخين. بالنهاية دكتور أخذنا من وقتك، نتمنى دائماً السلامة لكل مرضانا والسلامة والعافية للمريضة اللي معانا. كل الشكر لك ويعطيكم ألف عافية أنت ومساعدك. كل الشكر إلكو، وإن شاء الله نكون وصلت الرسالة واستفاد الناس من حلقة اليوم إن شاء الله. شكراً دكتور وسام. يعطيكم العافية. الله يعطيكم.